السلام عليكم. هنبدأ بقى المحاضرة. الشاشة بتاعتي واضحة كده ولا لا؟ تمام تمام يا الحمد دكتور. لله. المرة اللي فاتت احنا كنا بدأنا نتكلم، يعني احنا من أول السنة بقى قلنا أنواع المواسير والدراسات المبدئية عشان أصمم شبكة توزيع مياه وشبكة تجميع مياه الصرف، وبدأنا ناخد جزء البايب ماتيريال. المحاضرة اللي فاتت خدنا أنواع البامب ستيشن وأنواع البامب نفسها. النهاردة هنبدأ نتكلم على شبكة توزيع المياه اللي هي الووتر ديستريبيوشن سيستم، اللي هي نظم توزيع المياه. الووتر ديستريبيوشن سيستم عبارة إيه؟ مجموعة من المواسير والملحقات وظيفتها وإنها تنقل ترانسميت الووتر، تنقل المية من محطة التنقية إلى نقطة الاستخدام. يبقى الووتر ديستريبيوشن سيستم هو نظام كامل من المواسير وملحقاتها، الملحقات اللي هي المحابس وعدادات القياس والخزانات، بحيث إنها تنقل المية من محطة التنقية إلى نقطة الاستخدام، سواء استخدام منزلي صناعي أي استخدام. يبقى الوظيفة الرئيسية بقى لشبكة التوزيع اللي هي البيزك فانكشن اوف ذا ديستريبيوشن سيستم، أول حاجة توصل المية تو ديليفر ووتر وذ سفيشنت كوانتي، بالكمية المطلوبة للمستخدم. يبقى المستخدم عاوز 200 لتر، بنوصل له 200 لتر، يبقى دي وظيفة الشبكة. تاني حاجة انا بوصل الميه للدور الخامس السادس حسب التصميم بتاعي، بقى اوصلها بالضغط المناسب. طيب عشان نصمم بقى شبكه توزيع مياه عندنا حاجتين اساسيين او هنتكلم عليهم. اول حاجه البلاننج ذا نتورك اللي هو تخطيط الشبكه، وده بيشمل يعني هنخطط شبكه التوزيع. طب شبكه التوزيع هتشمل ايه؟ نظام التايب اوف نتورك، نوع الشبكه نفسها، يعني في انواع لشبكه التوزيع هنختار النوع. تاني حاجه نتاكد ان النوع ده هيخدم الايه او يؤدي الخدمه. تاني حاجه لما نختار نظام التوزيع نبدا نصممه، يبقى ديزاين اوف ذا نتورك. يبقى التصميم بقى، يعني انا دلوقتي هشوف اول حاجه البلاننج، اخطط شبكه المواسير في الشوارع الرئيسيه للمدينه والقريه والشوارع الفرعيه ووصلها للمستخدم. يبقى ده البلاننج، ان انا اعمل تخطيط لشبكه المواسير بحيث انها توصل لي الميه للمستخدم. طيب بعد ما خططت بقى وعملت اللي اوت بتاع الشبكه، يبقى انا عاوز احدد اقطار الشبكه. يبقى عاوزين نصمم، يعني هنحسب قطر المواسير، الفواخض في المواسير، الضغوط داخل المواسير وهكذا. طيب يبقى البلاننج اوف ووتر ديستريبيوشن نتورك عشان نعمل تخطيط بقى لشبكه توزيع، اول حاجه لازم نعمل رفع مساحي، نحدد فيه يعني عندنا قريه او مدينه بنعمل لها سيرفينج بحيث نحط فيها الاستخدامات كلها بتاع القريه او المدينه عشان نحدد هنخدم. تاني حاجة نعمل ليفلنج اللي هو تحديد المناسيب، بحيث ان المية هيتم ضخها من المحطة بمنسوب كذا وتوصل لمنسوب كذا في الدور المحدد. وبعد كده بنعمل قطاعات طولية للشوارع بحيث نعرف منها الارتفاعات والانخفاضات. طيب شبكة المواسير بتاع المية بتمشي بخطوط المية، نكون متفقين انها بتمشي تحت ضغط. يبقى مواسير المية دايما تمشي تحت ضغط، مواسير تجميع مياه الصرف بتمشي بتأثير الجاذبية. يبقى الحاجة الأساسية بالنسبة لشبكات المية انها اندر بريشر. طيب احنا عندي مثلا لو شفنا في الرسمة دي عندي الهاي ليفت بامب بتدخلي من 25 ل 90 متر حسب الضغوط في الشبكة والفواقد. طيب خط المواسير هل بيمشي بميل معين ولا بيمشي ازاي؟ يعني لو قلنا ادي شكل الارض بتاع المدينة طالعة ونازلة، خط شبكة خط المية بتاع اللي هو بينقل المية بيبقى ماشي مع سطح الارض.
يعني على عمق محدد حسب قطر الماسوره، هنقول مثلا ان 1 متر اذا كانت المواسير قطرها صغير، فهتمشي تطلع وتنزل مع سطح الميه مع سطح الارض في المدينه. ليه؟ لان انا بضخ الميه بضغط، فمش الميه مش ماشيه اندر جرافيتي، فبالتالي انا ما يفرقش معايا ان الخط يكون مايل عشان الميه تمشي، فبالتالي الخط بيطلع وينزل حسب طبوغرافية المدينة. طيب خطوط المية بتمشي تحت سطح الأرض زي ما قلنا، بيبقى فوقها كفر، يعني ما بنحطش الخط كده على طول تحت سطح الأرض، لا لازم يبقى له حماية، وبيتحط في طرنش على عمق محدد بحيث إن هو يحمي لي خط المواسير. طب عمق الخط بيبقى قد إيه؟ بيبقى حسب قطر الخط، الأقطار الصغيرة بنحطها على أعماق صغيرة، الأقطار الكبيرة بنعمل لها حماية أكتر ونحطها على أعماق كبيرة. فهنيجي مثلا هنشوف برضو الرسمة اللي هي فوق ديت بتحدد لي لي أوت لشبكة المدينة. هنبص نلاقي إن المية بتبدأ عند البمب في الشمال، ده شكل سطح الأرض مرتفع وبعدين مستوي وبعدين منخفض وفي خزان علوي. خط المية موجود تحت سطح الأرض وبيتم ضخ المية فيه. طيب المية الماسورة موجودة في طرنش، الطرنش ده بيتحفر ويتم عضع الماسورة. دايما بنحط تحت الماسورة 30 سنتي رمل، فرشة من الرمل تحت الماسورة، وبعدين نحط الماسورة وحواليها رمل، وبعدين نحط فوق الماسورة فرشة برضو أو نحط فوقها غطاء من الرمل بارتفاع 30 سنتي على الأقل. يبقى الماسورة بنحط تحتها طبقة رمل، نحط حواليها طبقة رمل، ونحط فوقها طبقة رمل، وده لحماية الماسورة، وبعد كده بنردم من نواتج الحفر. طب عمق الردم ده في الأقطار الصغيرة زي ما احنا شايفين على الشمال كده من 1 لـ 2، أو عمق الردم من 1 لـ 2.5 متر. طب 1 وقت ايه مع القطر الصغير؟ 2.5 وقت ايه مع القطر الكبير. وساعات لو ماسورة كبيرة والأرض ضعيفة ممكن نعمل تحتها فرشة من الخرسانة العادية. يبقى خطوط المية بتمشي مع سطح الأرض تحت تأثير الضغط، ده القاعدة الأساسية بتاعتنا. الماسورة بيبقى فوقها كفر غطاء عشان يحميها من حركة المرور وفوق الماسورة، والماسورة بيبقى تحتها فرش. طيب أعماق المواسير إذا كانت سمول بايب دايمتر، يعني العمق يعني قطر الماسورة أكبر حاجة 700 800 مللي، يبقى الغطاء فوق الماسورة من 1 لـ 1.25 متر. طيب لو قطر الماسورة 1000 أو أكبر يبقى مواسير رئيسية، يبقى عمق الغطاء فوق الماسورة اللي هو الكفر ما يقلش عن 2 متر. والمواسير الرئيسية برضو بنيجي نعمل تحتها فرشة من الخرسانة العادية عشان لو حسينا ان التربة ضعيفة عشان ما يحصلش كسر المواسير. يبقى اعماق المواسير بتحدد حسب قطر الماسورة، المواسير الصغيرة لحد قطر 700 800 مللي بيبقى عمق الردم فوق الماسورة اللي هو اعلى نقطة الماسورة بنسميها الكراون، بيبقى من 1 لـ 1.25 متر. المواسير الرئيسية الكبيرة اللي هي من 1000 واحنا طالعين بيبقى عمق الردم لا يقل عن 2 متر. في أي استفسار في الجزء ده؟ تمام يا دكتور. ماشي. طيب هنيجي بقى نقول الديستريبيوشن سيستم بتتكون من ايه؟ شبكة توزيع الميه، ايه مكوناتها عشان نبدا نصممها؟ اول حاجه كومبليت نتورك اوف بايب، شبكه كامله من المواسير، يبقى في اول حاجه من شبكه توزيع المياه المواسير طبعا. ثاني حاجه عشان نتحكم في الميه اللي هي الفالفز اند فيتنج اللي هي المحابس والمستلزمات اللي هي عدادات القياس وهكذا. ثالث حاجه عندي الفاير هيدرينت اللي هي حنفيات الحريق. انت لو في اي قريه او شارع في مدينه في حاجه هتلاقي كده مدهونه باللون الاحمر اللي هي حنفيه الحريق، دي موجوده، دي جزء اساسي من الشبكه. البامبنج ستيشن
اللي هي محطات الضخ والبوستر ومحطات الايه التقويه اللي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت. الريزرفوار اللي هي الخزانات سواء اليفيتد او جراوند ريزرفوار، خزانات ارضيه او خزانات علويه. السيرفيس بايب لاين اللي هي مواسير الخدمه، يعني انا بيبقى عندي مواسير رئيسيه او مواسير ايه اللي هي المستخدم بيوصل عليها. الووتر ميتر اللي هي عدادات قياس المياه. يبقى دي مكونات شبكه توزيع الميه، مواسير البايب، تاني حاجه المحابس، المحابس الحريق يعني فيها الحريق، محطات الضخ ومحطات التقويه، الخزانات العلويه والخزانات الارضيه، مواسير الخدمه، عدادات القياس. طيب يبقى دي المكونات بتاع الايه شبكه التوزيع، وهنبدا نتكلم عليها جزء جزء. طيب الجود ديستريبيوشن سيستم، يبقى شبكه التوزيع الميه المياه الجيده يجب ان يتم تصميمها وانشائها عشان تقوم بالكلام الاتي. يعني لازم يبقى وظيفه اللي هي الجود ديستريبيوشن سيستم لازم تحقق الاشتراطات الاتيه. اول حاجه توصيل ترانسميشن ودليفري اوف ووتر، نتوصل الميه فروم اتس سورس من مصدره الى المستخدم مع اقل فاقد في الهيد، يعني ما يبقاش في فواقد كبيره قوي في الضغوط عشان ما يبقاش في تكلفه عاليه. نستخدم يوزنج بايب وذ ديوربل ماتيريال، نستخدم مواسير ذات عمر افتراضي كبير او مواسير تستحمل. توصل الضغط كافي للمستخدم او الكونسيومر تيبس اللي هي حنفيه المستخدم عشان تحقق لي التصرف المطلوب. يبقى لازم توصل لي الميه الى المستخدم، الى الحنفيه بتاع المستخدم يفتح الحنفيه لازم توصل لي الميه بالكميه والضغط المطلوب. بتديني ضغط كافي ريزيدوال بريشر، يعني يبقى الشبكه فيها ضغوط كافيه بحيث ان انا لما اجي استخدم الميه يبقى فيها ضغوط تسمح بالاستخدام. الجود سيركيليشن يعني في الميه، لما هنيجي نتكلم على الشبكات دلوقتي هنقول في حاجه اسمها ديد اند، يعني مواسير منتهيه. يعني مثلا زمان كنا بنصمم او كان بيصمموا المدن والقرى عباره عن خط مواسير ديد اند منتهي، يعني الميه ما بتلفش. لا دلوقتي لما بنيجي نعمل بنوصل المواسير في الشوارع المختلفه ببعض، فبيبقى في دوران للميه في كل الشوارع، فلو حصل كسر في نقطه في شارع ممكن اجيب له ميه من اتجاه تاني. فالديد اند دي بتسبب تلوث وبتسبب ضرر على الصحه، فالمفروض ان احنا نقلل منها بقدر الامكان. احنا هنشوفها دلوقتي بالظبط ونشرحها. المينيمم لوس اوف ووتر بايليج لازم يكون لا يحصل منها اقل تسريب للميه، ما اعملش الشبكه ويبقى فيها نسبه تسريب عاليه. يبقى اختار نوع مواسير جيد، فبالتالي ما يبقاش فيتنج جيده فما يبقاش فيه تسريب. لازم الضغط يكون كبير، يعني بحيث ان هو يوفي احتياجات الحريق. من ضمن الوظائف الاساسيه لشبكه توزيع الميه انها تستخدم في مقاومه الحريق. طب عشان اقاوم الحريق لازم الميه يكون لها ضغط كافي ان انا استخدمها في اطفاء الحريق. يبقى دي اللي هي خصائص شبكه التوزيع الجيده. يبقى تنقل الميه للمستخدم بالضغط والكميه المناسبه وباقل فواقد. تاني حاجه استخدام مواسير ذات عمر افتراضي طويل، بتوصل الضغط الكافي كميه ميه وضغط كافي للمستخدم. الضغوط في الشبكه بتكون عاليه، بتكون الشبكه الميه فيها يحصل لها ريسيركيليشن او تدوير، ما يبقاش فيها نهايات ميته. اقل يكون شبكه فيها اقل فواقد للمياه.
يكون الضغط فيها كافي لاستخدام حنفيات الحريق. يبقى دي خصائص شبكة التوزيع الجيدة. احنا قلنا شبكة توزيع المية بتمشي اندر بريشر، يبقى ليه؟ لان انا دايما عندي بيبقى المصدر بتاع المية is lower than the area اللي احنا اقل من المساحة اللي احنا عاوزين نخدمها. دايما مثلا هو محطة المية انا باخدها من الانتيك بوديها لمحطة التنقية، محطة التنقية ديت بيبقى مستواها زي ما قلنا اعلى خزان فيها على ارتفاع 5 6 متر من سطح الارض، بعد كده بحطها في خزان ارضي وعاوز اوزعها على المدينه. طب المدينه هنبص لها ممكن تكون اعلى من محطه التنقيه، عاوز اوصلها ل6 ادوار حسب استخدامات المدينه، شبكه التوزيع فيها فواقد، فبالتالي لازم الميه تمشي اندر بريش، يبقى لازم بنسميها بامبت سبلاي، لازم نستخدم الضخ في مواسير المياه عشان نوصلها للمستخدم. فبالتالي بنستخدم طرمبات بتضخ المياه في الشبكة بحيث انها توفي احتياجات المستخدم، وتاني حاجة بتخزن المياه اللي هي الفائضة في الخزانات العلوية. يبقى انا في وقت اقل استخدامات المياه بيتم ضخها للخزانات العلوية، وفي وقت أعلى استخدامات هتبدأ المية بالإضافة للمية اللي أنا بضخها هنبدأ نستهلك مية من اللي إحنا مخزنينها في الخزان العلوي. يبقى ده نظام ضخ المياه لشبكة التوزيع. هنيجي بقى نتكلم على تخطيط شبكة التوزيع. يبقى لما نيجي نعمل تخطيط لشبكة التوزيع في المدينة شكل المواسير هتبقى ايه؟ في عندنا انواع كتير من المخططات للشبكة، هنتكلم على 4 انواع. اول نوع اللي هو التري سيستم اللي هو النظام الشجري، ده نظام كده زي الشجرة، زي ما احنا عارفين ان الشجرة بيبقى لها الجذر والجذع الرئيسي، وبعدين تبدأ تتفرع لمجموعة من الفروع وكل فرع بيتفرع لمجموعة فروع. شبكة توزيع المدينة بتبقى بالنظام ده. فبنيجي نقول أنا عندي السورس اللي هو الهاي ليفت بامب اللي هتبدأ تضخ في خط رئيسي اللي هو أسمر اللي هو التخين ده، وبعد كده لكل مجموعة شوارع هبدأ آخد خط فرعي، ومن الخط الفرعي ده لو في شارع تاني هاخد منه خط، وكل ما ننشئ جزء في المدينة أو حي هنروح مدين خط ونمد فيه الخطوط، او كل شارع نمد فيه خط. فهنبص نلاقي النظام ده زي الشجر بالظبط، يعني خط رئيسي يبدا يتفرع لمجموعه من الخطوط الرئيسيه. طيب الخط ده بيبقى متقسم لمجموعه خطوط، اول حاجه اللي هو المين بايب اللي هو الخط الرئيسي، بعد كده بيتعمل خط برانش اللي هو خط يعني، او عندي خط سب مين الدرجة الثانية من الخطوط، وبعد كده الخط البرانش اللي هو في الشوارع الفرعية اللي المستخدم بيوصل عليه. هنلاحظ ان خطوط المية هنا منتهي، يعني بص كده في فوق مكتوب ديد اند. ديد اند دي يعني نهاية ميتة، يعني في طبقة الخط المية مقفول هنا. طيب معنى ايه ديد اند؟ يبقى انا عندي دلوقتي اول حاجة الحتة المقفولة دي لو في اي تلوث او في اي تسرب دخل لشبكه الميه هيمشي ويتجمع في النهايه الميته، يبقى الجزء ده بيبقى فيه تلوث، فيه بكتيريا، فبالتالي بيبقى فيه ضرر على الصحه. يبقى دي اول مشكله. طب هنيجي نتكلم كده لو احنا جينا في نص الشبكه الموجوده وقلنا ان انا عندي حصل كسر في الخط الرئيسي، معنى كده ان بقيه المدينه كلها مش هيوصل لها ميه لحين اصلاح الخط الرئيسي. يبقى ده هنبص يعني نلاقي النظام ده له مميزات وله عيوب. اول مميزاته الادفانتج بتاعته انه سهل في التصميم، ماسوره ووصلها في كل شارع واحسب تصرف الشارع جبت قطر الماسوره. يبقى اول حاجه
إن سهولة التصميم. تاني حاجة تكلفته قليلة نسبيا، لأن أنا بعمل مجموعة مواسير، ما فيش ربط مواسير ببعض، ومن أكتر الحاجات المكلفة في شبكات المية بالإضافة للمواسير، يعني تقريبا بتدخل على نص التكلفة اللي هي المحابس وغرف المحابس. فهنا أنا قللت المحابس وغرف المحابس بقدر الإمكان. فهنيجي أدي الجزء اللي هو التري سيستم ده مميزاته، هنيجي نتكلم بقى على عيوبه. نبص أول حاجة الديد إند تند تو ريديوس ذا بريشر أند بليوت ووتر، بتقلل الضغوط في الشبكة. والتاني حاجة بتكون مصدر تلوث أو بتجمع التلوث في نهاية الخطوط. الشبكة يعني عندي الديد إند زي ما احنا شايفين تحت كده، يبقى كل المواسير فيها ديد إند، المنطقة دي بيترسب فيها كل التلوث، فبتبقى مصدر للتلوث في للمياه. تاني حاجة النظام الديد اند ده بتبقى الضغوط فيه غير متوازنة، هنيجي في الأول هنلاقي الضغط عالي وكويس، نيجي في الآخر خالص هنلاقي الضغط والفواقد في المواسير بقى الضغط قليل جدا. مفيش زر أرنوت إناف فالف تو كنترول ذا نتورك، مفيش محابس كافية إن أنا أتحكم في النظام. صعوبة ان انا اعمل اكستنشن للشبكة، يعني انا لو عندي مثلا في جزء هعمل حي جديد او كده، فمش هقدر اخد من ده لان المواسير موجودة في النهاية تبقى مواسير صغيرة غير كافية. الديد اند لما بكون كتير بتقلل كفاءة النظام، اللي هي بحيث انها بيبقى فيه تلوث، في مشكلة في الضغوط. من ضمن العيوب برضو من نو سيركيليشن، مفيش تدوير للمية، احتجاز المية استجانيشن اوف ووتر ات ذا ديد اند، بيقلل بيغير الطعم بتاع المية، بيغير ريحة المية، وبيؤدي لنمو البكتيريا. يبقى الديد اند دي او احتجاز المية في النهايات الميتة بيؤدي الى تغير طعمها ولونها ونمو البكتيريا. لما يكون في خط في اصلاح او في مشكله، يبقى الخدمه بتتقطع عن بعد الاصلاح ده. يعني انا لو وجدت في نقطه وحصل كسر، بعد الكسر ده ما فيش خدمه، ما فيش ميه لحد ما يتم الاصلاح. الشبكه دي من ضمن عيوبها، احنا لو الناس اتكلمنا قبل كده على الووتر هامر اللي هي المطرقة المائية، ودي نتيجة احتجاز الهواء داخل شبكات المواسير، ومع الضغط بيحصل انضغاط للهواء فممكن يؤدي لانفجار المواسير. فبالتالي ان الشبكة دي بتبقى معرضة اكتر لنظام المطرقة المائية، فبيحصل فيها كسر وانفجارات كتير. جم بقى النظام التاني اللي هو اللوب او الرينج سيستم، حاولوا يحسنوا نظام الديد اند. قالوا ايه؟ عاوزين نلغي الديد اند بقدر الامكان، وتاني حاجه نعمل ريسيركوليشن للميه، بحيث ايه لو حصل كسر في الماسوره في اي الرئيسيه في اتجاه ممكن نستعيد عنها بالميه من الاتجاه الاخر. فنلاقي اللوب سيستم عباره عن ايه؟ ان انا بحوط المدينه او القريه او الحي في المدينه بخط رئيسي بيحيط بالمدينة. يبقى هنلاقي ادي الهاي ليفت بامب، اديني خط رئيسي وصل للحي او القرية، بعد كده عملت خط رئيسي بيحيط بالحي او القرية اللي هو المين سيركل. بعد كده بناخد من الخط الرئيسي دي حسب في مجموعة الشوارع، ناخد خطوط تغذي شوارع القرية. يبقى انا حسنت بتاع الديد اند، كان خط واحد ماشي لو حصل فيه كسر يبقى كل نص المدينه تلت المدينه ما يوصلهاش ميه، لا هنا لو حصل كسر يبقى جزء صغير بس اللي مش هيوصله ميه، لو حصل كسر في الخط الرئيسي الميه هتلف وتوصل من الاتجاه الاخر. يبقى دي فايده الايه؟ الريسيركيليشن او السيركيليشن بتاع الميه. فوائد النظام ده، اول حاجه
reduce the dead end، بيقلل النهايات الميتة، يبقى قللت النهايات الميتة بالضرر بتاعها، تغيير اللون والرائحة والرواسب والبكتيريا وهكذا. في محابس على الخطوط الفرعية عشان نتحكم في الشبكة، بحيث لو حصل كسر في أي خط فرعي بنقفله وما يأثرش على الشبكة. من السهل إن أنا أعمل امتداد للشبكة، يبقى أنا لو عندي جزء حي جديد أو منطقة جديدة عندي الخط الرئيسي بيحيط بالمدينة، أروح واخد منه خط وأعمل اكستنشن للجزء الجديد. المية the water can reach every point in two direction، المية ممكن توصل لأي نقطة من اتجاهين، يبقى نبص ده خط دائري أهو، لو حصل كسر يبقى المية ممكن توصل لأي نقطة من اتجاهين. الرينج فيدر اللي هو الخط ممكن يتم استخدامه عشان يغذي منطقة مجاورة، ده قلناه قبل كده. The possibility of repair and maintenance of any water main by shut off without affecting the other water main، يعني ممكن يحصل كسر في خط رئيسي نعمل له اصلاح، وفي نفس الوقت الميه من نتيجه السيركوليشن اللي الخط رينج هتلف وتيجي من اتجاه اخر، فبالتالي مش هتاثر على جزء كبير من المدينه، ودي من ضمن المميزات. عيوب بقى النظام ده برضو، لسه لما نبص كده في الداخل هنلاقي مواسير ومواسير منتهيه، يبقى فيه لسه برضو في ديد اند بس اقل من الايه من النظام الاولاني. التكلفه بتاعته اعلى من الديد اند، الكوست هاير ذان تري سيستم اللي هو النظام اللي قبله، يعني ده تكلفته اعلى. لو خط رئيسي انكسر، لو خط فرعي بقى، لو جينا مثلا ادي الرينج بايب اللي هو المحيط اللي هو التقيل ده، لو خدنا مثلا اول جزء اللي هو ده وحصل كسر في خط فرعي، فكل الخطوط اللي بعده مش هيوصلها ميه، وهيبقى ده نفس عيب اللي هو التري سيستم، فجزء من المدينه مش هيوصله الميه. ده العيوب بتاع النظام ده. حاولوا بقى انهم يتلافوا العيوب دي، فقالوا عملوا حاجه اسمها الريدير سيستم، النظام القطري. ده عباره عن ايه؟ ان انا باجي في مركز بقسم المدينه إلى مجموعة أحياء، وأجي في مركز كل حي وأعمل خزان علوي، يبقى أنا عندي خزان علوي في السنتر بتاع كل حي، وبعدين أروح جايب خط رئيسي من الهاي ليفت بامب من محطة المعالجة التنقية لحد ما يوصل للخزان العلوي في منتصف كل حي. يبقى دلوقتي أنا قسمت المدينة لمناطق، في كل منطقة حطيت خزان علوي، وبعد كده وصلت المية للخزان العلوي دي مباشرة من محطة التنقية، يبقى كل حي ملوش علاقة بالحي التاني، وفي نفس الوقت وصلت الخزانات العلوية بخطوط بمواسير رئيسية بينهم وبين بعض. ليه؟ بحيث ان لو في مشكلة في خزان يبقى الخزان ده التاني هيوصل المية لمنتصف المنطقة التانية ويغذيها. فبالتالي ايه اللي حصل؟ هنلاقي ان التصرف ان انا عندي وزعت الميه ككميه وضغوط بعداله على المناطق. هنرجع للنظام التري سيستم، هنشوف في الاول اللي هو ساكن جنب الهاي ليفت بامب هيبقى عنده الميه بالكميه والضغط اللي هو عاوزه والبريشر. كل ما نبعد هيبقى في فواقد في الشبكه واستهلاك جزء من الميه، فبالتالي هنبص نلاقي الضغوط تقل، ممكن نوصل لاخر الشبكه، ودي كانت مشكله بتحصل في بعض المدن والقرى، ان الميه عنده في اوقات الذروه مثلا الصبح الظهر ما بيبقاش في ميه، بيبقى عنده ميه بالليل بس. ليه؟ لان ما بيوصلوش كميه الميه الكافيه وبالضغط الكافي، وده من ضمن عيوب التري سيستم. برضه نفس كلام اللوب رينج سيستم، هنلاقي برضه اللي هو في قريب من المحطة الضغوط عنده كويسة والتصرفات كويسة، لكن اللي هو في آخر نقطة في المدينة
هنلاقي نتيجة الفواقد ونتيجة استخدامات الجزء الأولاني، هنلاقي الضغط بتاعه، ضغوط المية ما بتوصلش للأدوار المحددة زي ما احنا عاوزين، فما بيبقاش في عدالة في توزيع المية كضغوط وكمية. النظام الجديد ده بقى أنا بوصل المية لمنتصف كل حي، يبقى الحي البعيد عن لو ليفت بامب زي الحي القريب، ونبدأ نوزع من السنتر لاين. فبقى الضغط دلوقتي بنحافظ عليه بقيمة كبيرة لحد منتصف الحي ونبدأ نوزع. بقى فيه دلوقتي عدالة في توزيع الضغوط، يبقى ذا ووتر فلو والبريشر ار مانتينت ات هاي فاليو، يبقى التصرفات والضغوط حافظنا عليها بقيمة عالية نتيجة إن أنا وصلت المية لمنتصف الحي. لو حصل تانك حصل فيه مشكلة، أنا عندي مواسير هي بتوصل من الخزان للتاني، هنسحب من الخزان اللي جنبه، فبالتالي يعني نعوض لحد ما نحل المشكلة. النظام ده بيتميز بنظام تخزين جيد، يعني أنا عندي مجموعة خزانات بضخ في الخزان والخزان يوزع، فعندي لو حصل في مشكلة خزانات موجودة فيها مية هتعوض لي المية المطلوبة لحين حل المشكلة. عيب النظام ده بقى إنه تكلفته عالية جدا، نتيجة إيه؟ إن أنا بعمل خزانات اللي في التانك خزانات علوية كتير في المدينة، فبالتالي بيبقى تكلفة النظام ده عالي. جم طوروا النظام ده وعملوا نظام جديد اسمه الجريد ايرون سيستم او النظام الشطرنجي او نظام شبكة الحديد. حاولوا يتلافوا كل العيوب بتاع الأنظمة السابقة. واحنا لما نيجي بنصمم دلوقتي اي شبكة قرية او مدينة بنحاول نعملها بالنظام الجديد اللي هو النظام الشطرنجي، اللي هو عبارة ان انا بقسم المدينة لمجموعة أجزاء مربعات، يعني أنا عندي بقسم المدينة لمجموعة مربعات، وكل هنبص في الرسمة اللي هي موجودة ديت، بقسم المدينة لمجموعة أحياء، وكل حي بحوطه بخط رئيسي، يعني بحوط المدينة كلها بخط رئيسي، وده المين بايب اللي هو واخد رمز الام، يبقى الام ده خط رئيسي بيحيط بالمدينه كلها. تاني حاجه كل حي بحوطه بخط سكندري او اللي هو صاب مين، يبقى كل حي كده بحوطه بخط رئيسي تاني. وبعد كده بيبقى عندي المواسير الداخليه اللي هي البرانش. هنيجي يبقى النظام ده عبارة عن أنا بحيط المدينة بخط رئيسي، بعد كده بقسم المدينة لمجموعة أحياء كل أو مجموعة مناطق، كل منطقة برضو بنحيط بيها بخط رئيسي تاني، فبالتالي وبوصل المية على الشبكة دي. طب المستخدم بياخد المية من المواسير الفرعية زي ما احنا شايفين في الرسمة اللي تحت. يبقى النظام ده عبارة من أحسن النظم لتوزيع المية، لأن بيتكون من إيه؟ هنقول إن مكوناته ذا سيستم كونسيست أوف، أول حاجة مين بايب خط رئيسي أو سبلاي مين، ده اللي بينقل المية من الهاي ليفت بامب للمدينة، اللي هو موجود لو بصينا في أسفل كده اللي هو الخط من الهاي ليفت بامب ومكتوب تحته المين سبلاي. بعد كده يبقى مين بايب اللي هو الخط الرئيسي، وده خط بيحيط بالمدينه كلها، يبقى عندي خط رئيسي بيحيط بالمدينه كلها. تاني حاجه السكندري بايب، وده خط رئيسي تاني ده بيحيط بالمنطقه او بالحي. بعده في الليترر او ديستريبيوتر اللي هي المواسير الفرعيه، وديت موجوده بقى في الشوارع، وديت اللي بيتم المستخدم بيوصل عليها. هنلاحظ بقى ان وبعد كده السيرفيس بايب اللي هي الهاوس كونكشن وصلات المنزليه،
ودي الماسوره من الخط البرانش او الليترال لحد المنزل. هنلاحظ ان الخط المين والسكندري غير مسموح لاي مستخدم يوصل عليهم، دول عباره عن خطوط ناقله للميه. طب المستخدم بيوصل على ايه؟ بيوصل على الريتلر او الديستريبيوتر اللي هي الخطوط الفرعيه اللي هي موجوده مثلا في الرسمه اللي على الشمال ديت فوق. كل منطقه بقى ديت فيها مجموعه خطوط فرعيه حسب الشوارع. السيرفيس بايب دي اللي هي ماسوره الخدمه، وديت اللي المستخدم بيوصل بقى بياخد ماسوره من الايه؟ الماسوره الفرعيه الموجوده في الشارع لحد عنده المدخل بتاع العماره بتاعته. مميزات النظام ده، أول حاجة مفيش فيه ديد إند، دكتور بيقللنا الديد إند، وده دكتور بيؤدي لتحسين الضغوط داخل الشبكة. دكتور استاذن حضرتك، هو المين سبلاي اللي هو الخط اللي طالع من المحطة على طول، أيوه. والسكندري اللي هو لا المربع لا، اللي حد دي أول حاجة. لو نبص في الرسمة الموجودة تحت دي، ادي المحطه التريتمنت بلان، ومكتوب في خط اللي بينقل من التريتمنت بلان لشبكه توزيع المدينه، ده بنسميه ايه؟ المين سبلاي. المين سبلاي، تمام. ده الخط الناقل الرئيسي، ده بينقل من المحطه الى شبكه التوزيع. في عندي خط تاني اسمه مين. المين ده اللي هو الخط الرئيسي، ده بيحيط بالمدينه كلها. يبقى لو احنا شايفين الشبكة ديت، يبقى الخط اللي هو في الإطار الخارجي للشبكة ده الخط المين. طيب تالت درجة من الخطوط الرئيسية اللي هو السكندري، اللي هو الخط اللي بيحيط بالمنطقة. يبقى هنقسم المناطق وكل منطقة هنعمل خط يحيط بيها، ده اللي هو ايه؟ سكندري. طب هنبص فوق كده في الرسمة، موجود مجموعة خطوط، دي الخطوط الفرعية، ودي بتاخد من السكندري أو المين وتوصل في الشوارع نفسها، ودي اللي مسموح للمستخدم يوصل عليها. فهمنا التراتبية بتاع الخطوط؟ اه يا دكتور، تمام. يعني المستخدم بيوصل على اللي هي المواسير اللاترال او الديستريبيوتر. أيوه، اللي هي الفرعية، ما بيوصلش على السكندري أو المين، لأن هو غير مسموح له إنه يوصل عشان ما نعملش مشكلة في الضغوط والتصرفات. تمام، شكرا. ميزة النظام ده إيه؟ أول حاجة بيقلل نتيجة عدم وجود الديد إند، بيبقى عندي تحسين في الضغوط. في محابس على الخطوط الفرعية والخطوط الرئيسية للتحكم في الشبكة. سهل ان انا اعمل امتداد للشبكه، لان الميه ماشيه من كذا اتجاه. الميه في النظام في اي نقطه ممكن تجي لها من كذا اتجاه، يعني ما اقدرش في النظام ده بالذات، ما بنقدرش، ممكن ما تقدرش تحدد اتجاه الميه ماشيه من اليمين للشمال، ولا من الشمال لليمين، ولا من اسفل لاعلى. لا، الميه بتمشي في كل الاتجاهات. فدي بيبقى عندي مش يبقى ميزة النظام ده إن توزيع عادل للمية. لو حصل كسر في الماسورة عند أي منطقة، بنقفل محبسين في الجزء ده، وكل المدينة شغالة ما بتأثرش على بقية المدينة. توزيع التصرفات والضغوط بيكون عادل. الضغوط بتبقى كأن في سقف تقريبا فوق المدينة، فما بيبقاش في فرق ما بين اللي في الأول المدينة وفي آخر المدينة، فبيبقى توزيع عادل للضغوط وللمياه. عيب النظام ده ايه؟ النظام ده تكلفته عالية. نتيجة ايه؟ ان في مجموعة محابس للتحكم كبيرة، فبالتالي ده بيبقى تكلفته عالية. بيحتاج طريقة، يعني تصميمه بيبقى بيحتاج مجهود، يبقى يعني need complicated analysis to determine charge and pressure. يبقى بيحتاج يعني او تصميمه بيستلزم بذل مجهود كبير وطرق معقده للتصميم. بس هنتكلم النظام ده من احسن النظم للتوزيع، لان في عداله في توزيع الميه، في عداله في توزيع الضغوط، في مفيش فيه ديد اند،
تاني حاجة التحكم فيه جيد جدا، بتحكم في الشبكة، مجموعة غرف محابس ومحابس، أقدر أقفل أي شارع، أتحكم في أي شارع لو حصل فيه أي كسر. فبالتالي ده من النظم الجيدة أو أحسن النظم لتوزيع المية. العيب بتاعه إنه غالي شوية، يعني مكلف شوية، بس إيه ده بنعوضه في جودة الخدمة بعد كده. هنيجي بقى نتكلم على أنواع المحابس. احنا قلنا بقى ده البلانج بتاع الشبكة، قلنا الشبكة بتتكون مجموعة من البايب، وقلنا أنواع البايب. هنقول بقى المحابس الموجودة. أول حاجة التايب أوف فالف، واحد اللي هو السلوس فالف، وساعات بنسميه جيت فالف، اللي هو صمام الحجز. ده بيستخدم للتحكم في سريان المية، خصوصا بقى في أوقات الصيانة فيها كسر في الخط، فبنيجي نحط نروح قافلين المية على الخط ده لحد ما نعمل له صيانة. بنحطه عند التقاطعات في شبكات المياه الداخلية، وعلى مسافات لا تزيد عن 1 كيلو في الخطوط الرئيسية. ليه؟ بحيث إن لو حصل كسر في الخط الرئيسي يبقى هروح قافل المحبس اليمين والشمال ونحل المشكلة، يبقى ده محبس غلق. تاني حاجة النن ريتين بفر، اللي هو صمام عدم الرجوع. الصمام عدم الرجوع ده بيسمح بمرور المياه في اتجاه واحد، ما يسمحش الناس، وده عشان لو انا مضطر بحطه بعد الهاي ليفت بامب عشان المايه ما تردش على المحطه، ولو انا عاوز المايه تمشي في اتجاه واحد في اي خط بنحط المحبس ده. مكانه قلت لك مكتوب يوضع في خط الطرد لطرمبات الضغط العالي وماسوره الخروج في الخزان العلوي. طيب بعد كده اللي هو الاير فالف. الاير فالف محبس الهواء، وده بيستخدم للتخلص من الهواء الموجود في المواسير في بداية تشغيل الخط. طيب لو حصل كسر في خط، ايه اللي بيحصل؟ ان انا لما بنعمل صيانة بنفضي الخط ونعمله صيانة، فبيبقى الخط مليان هواء. طب لما نيجي نضخ المية، بنضخ المية بضغط عالي، فالهواء ده بينضغط، لو ما لقاش له مكان يخرج هيعمل حاجتين. اول حاجه ممكن يعمل حاجه اللي هي الووتر هامر، وده يؤدي لانفجار الماسوره. ما حصلش ووتر هامر، الهواء ده هيتجمع فين؟ هيتجمع في اعلى نقطه في الشبكه او في اعلى نقطه في الماسوره. فنبص في الرسمه اللي تحت دي، يعني اللي هي بخط اليد دي مش واضحه قوي، فنبص لان الهواء هيتجمع، يعني ادي الماسوره اللي ماشي فيها التصرف، الهواء هيتجمع عموما في اعلى نقطه في الماسوره، فيبقى في جزء كده فيه هواء. طب الجزء اللي فيه الميه اللي هو الجزء الباقي، فبالتالي القطر اللي بقى يمشي فيه الميه قل، لان الهواء عمل اختناق في المنطقه دي، فده بيؤدي لزياده سرعه الميه ويؤدي لنحر في المواسير ويقلل ويؤدي الفاقد في الضغط في الماسوره لو ده ما عملش وطرامه. فبالتالي لازم نعمل حاجه نتخلص من الهواء ده. فبنيجي في اعلى نقط في الشبكه ونروح حاطين محبس الهواء. محبس الهواء زي الرسمه الموجوده على الشمال ديت، عباره عن ايه؟ عباره عن محبس فيه كوره من المطاط. المحبس ده الكرة اللي هي موجودة الدايرة دي، لو في مية ايه اللي بيحصل؟ الكرة دي مفرغة هتعوم، وعندي في المحبس هنا في فتحة فوق هتروح سد الفتحة اللي فوق، فمش هيخرج مية. طب لو في هوا الكرة دي اللي يحصل لها؟ هتنزل لتحت زي ما موجودة كده، والفتحة اللي موجودة هتبقى مفتوحة، فالهوا يخرج. لحد ما الهوا يخرج ويبدأ تيجي المية، هتروح الكوره دي عايمه وسده الفتح، جه هوا هتروح الكوره نازله لتحت والهوا يخرج. يبقى نظامه عباره عن كوره موجوده في محبس، المحبس ده موجود في اعلى نقطه في الشبكه، فلو في هوا هيجي يدخل المحبس، الكوره دي مش هتعوم طبعا فهتنخفض لاسفل والهوا هيخرج. لو الهوا خلص هيدخل ميه المحبس، هتروح الكوره عايمه وسد الفتح. زي ما احنا شايفين في الرسمه، المحبس هنا مثلا في ممكن يكون كره واحده
او يكون فيه اتنين بول كرتين بالمحبس ده بنحطه في الاماكن العاليه. هنلاقي مثلا لو انت بصيت انت في حد من المحله او عندنا على مدخل الكليه في كوبري معمول متعدي عليه ماسوره الميه من ناحيه التلفزيون، في الكوبري العادي الخرسانه، وفي جنبه على الشمال كوبري ستيل كده متعدي عليه الماسوره. هتلاقي فوق الماسوره ديت في صندوق كده موجود في محبس هواء. ليه؟ لان انا طلعت الماسوره بقت اعلى من سطح الارض، فبقى الجزء ده ممكن يتجمع فيه الهواء، فحطيت محبس هواء. لو انت رحت الكليه يبقى شوف الكلام. لو انت برضو من المحله في كوبري مش يعني بعد المرشحه هتلاقي فيه ماسوره ميه، وهتلاقي محطوط عليها برضو محبس الهواء لو عاوز تتفرج على المحبس. بعد كده في محبس الوش فرف. طيب انا عندي محبس الغسيل زي ما قلنا في الرسمه ان خط الميه بيمشي مع سطح الارض فبينزل ويطلع. طيب بيطلع قلنا بقى الاماكن المرتفعه دي نحط فيها محبس هواء. طب الاماكن المنخفضه اللي ممكن يحصل فيها؟ الاماكن المرتفعه الهواء هيتجمع فيها، الاماكن المنخفضه لو عندي اي رواسب هتتجمع في الاماكن دي، فالاماكن المنخفضه هتبقى منطقه تلوث. طب نعمل ايه؟ قالوا في الاماكن المنخفضه دي نروح عاملين محبس غسيل، نروح فاتحينه فتره كل فتره يسحب الرواسب دي ونتخلص منه. يبقى الوش فرض يسمح يوضع في الاماكن الاقل منسوبا في الشبكه. تاني حاجه يستخدم لتصريف الميه عند غسيل الشبكه، يبقى انا لو في رواسب بنصرفها، لو بنغسل الشبكه المفروض كل فتره يبقى بتتجمع الرواسب في اوطى نقط ونبدا نسحب. لا الرسمه بتاع الوش فرف هنلاحظ ان ايه بنعمل خط ومثلث الراس بتاعته الاسفل، فده بيرمز لمحبس الغسيل، وده بيبقى في اوطى نقطه زي ما احنا شايفين كده. بنروح جايين واخدين ماسوره ومركبين عليها محبس غلق عادي، لما نحتاج نغسل الشبكه بنروح سحب نفتح المحبس يسحب الميه. طب محبس الهواء الرمز بتاعه مثلث برضه بس اتجاهه الاعلى، وبيبقى محطوط في اعلى نقطه. يبقى لما نيجي نلاقي شبكه وعشان نحط رمز لمحبس هواء او محبس غسيل في الاماكن المرتفعه بنحط المثلث راسه الاعلى، في الاماكن المنخفضه بنحط مثلث راسه الاسفل، وده يرمز للمحبس الغسيل. طب بنحط المحابس دي على مسافه قد ايه؟ يعني في حدود المسافه بين المحبس والتاني بيحدد حسب القطر، وفي الكود بيمدي المسافات دي حسب القطر، لكن احنا في العادي بنقول ان المسافه دي تتراوح ما بين محبس غسيل ومحبس غسيل تبقى حوالي 1000 متر. طب يجي واحد يقول لي طب انا عندي الارض مستويه ومفيش اماكن مرتفعه او منخفضه، فاحنا بنشكل خط المواسير نفسه بنخليه يمشي بميل لاسفل وبعد كده يمشي بميل لاعلى. ليه؟ عشان نعمل اماكن منخفضه واماكن مرتفعه. اماكن منخفضه عشان نجمع الرواسب ونغسل الخط، واماكن مرتفعه عشان لو في هواء نجمعه ونتخلص منه. فبالتالي المسافه بين كل محبس هواء والتاني تتراوح ما بين 500 ل 1000 متر. طيب المسافه بين محبس الغسيل والتاني برضه من 500 ل 1000 متر. محبس الغلق برضه من 500 ل 1000 متر. طب اما نيجي نحط المحابس مع بعض زي ما قلنا محبس الغلق ده للتحكم، يبقى نحطه في اي مكان مفيش فيه مشكله على مسافه 500 ل 1000. طب محبس الهواء قلنا نحطه فين؟ في اعلى نقطه في الشبكه. طب محبس الغسيل نحطه في اوطى نقطه في الشبكه. يبقى دلوقتي هل ينفع وعاوز حد يقول يرد عليا نحط محبس هواء ومحبس غلق في نفس الغرفه؟ وهل ينفع نحط محبس هواء او محبس غسيل ومحبس غلق في نفس الغرفه ولا لا؟
لا ما هو يا دكتور المحبس الهواء مش هيبقى موجود في بداية الشبكة أو في المناطق اللي أنا عايز أتحكم فيها على طول، يعني محبس السكينة هيبقى معاه عدم رجوع، إنما محابس الهواء تبقى في مناطق عالية. لو صادف إن أنا عايز أتحكم في منطقة زي ديت ممكن أحط محبس. يعني ممكن يبقى محبس الهواء، ممكن احط معاه محبس غلط، أيوه محبس لو صادف إن أنا الغسيل عايز غلط، أتحكم في منطقة يبقى وكذلك معاه الغسيل. محبس غلط. ليه بقى؟ انا برضو لما باجي اعمل يعني غرف المحابس مكلفه، فلما باجي اختار مكان محبس هواء بحطه في نقطه التقاء شريعين، المكان اللي انا عاوز احط فيه محبس قفل، يبقى استفيد من غرفه المحابس واحط فيها محبس هواء ومحبس قفل اللي هو محبس تحكم. برضو محبس الغسيل لما اجي برضو احط مكانه احطه، احاول اخليه برضو في نقطه تقاطع كذا الشارع، بحيث ان انا استغل غرفه المحابس في الايه، ان انا في التحكم وفي الغسيل. لكن لو انا في خط ناقل كبير خلاص انا بحطهم على مسافات ما لهمش علاقه بالشوارع. طب السؤال الاهم بقى، هل ينفع احط محبس هواء ومحبس غسيل في نفس الغرفه؟ ازاي ما يا ينفعش دكتور؟ ما هو الهواء بيتحط في منطقة عالية في أعلى منسوب، والغسيل بيتحط في أوطى منسوب. يبقى ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. ماشي يبقى صح كده، يبقى احنا صحيحين كده. ما هو ما يجيش واحد في ناس يقول لك اه ماشي، لا ازاي بقى؟ اذا كنت انا بقول محبس الهواء في اعلى نقطة ومحبس الغسيل في اوطى نقطة، الاثنين عكس بعض، ما ينفعش الاثنين يبقوا في غرفة واحدة. فدي بس نخلي بالنا من الكلام ده، لان في ناس بتصمم ويعمل لي الاثنين في نفس الغرفه. لا ده. بس هو يا دكتور، وانا عمري ما شفت حد بيقولوا ان دوت محبس غسيل او الكلام من ده وبيطلع منه رواسب ولا الكلام ده، عمري ما شفت كده يعني. لا موجود محبس الغسيل موجود في اي شبكه، ما هو ده اساسي. امال انا بغسل الشبكه بس ازاي؟ بيخسروا الشبكة على فترات، فمش لازم انت تشوف. انا بقول له ده موجود في غرفه ومتوصل على يا اما على ترعه او مصرف يا اما بيتاخد على صرف. الميه بتاع الغسيل دي، لو جنبه ترعه بيبقى على ترعه او مصرف او على مطبق صرف، هو مش موجود في اي شبكه. يفضل برضه يا دكتور محابس الغسيل دي بتبقى موجودة في نهاية الشبكات برضه؟ ما انا عاوز اقول لك حاجه، اتفضل. احنا خلاص قلنا بقى ما بنعمل النظام، بنعمل اللي هو النظام اللي نظام هو ايه، شبكة. اللي هو النظام الشطرنجي، ما ايوه. بقاش فيه نهايه. لكن في نظام الديد اند زمان لو قدر كان لازم نعمل في نهايته، يعني عشان برضو صحه الناس في الديد اند ده لازم نعمل محبس بسيط. بس خلي بالك بقى، الديد اند ده كان بيبقى فين؟ في شارع فرعي، في حاره، في طب هتغسله وتوديه فين؟ كانت مشكلة برضو. يعني أنا عاوز أعمل له محبس غسيل في شارع فرعي في كذا، طب أنا أودي المية الغسيل فين؟ بعد كده هنتكلم على الفاير هيدرين. عايزين بس يا دكتور المسافات تاني، معلش عاوزين المسافات إيه؟ بتاع بين المحبس والمحبس، سواء بقى كان غلق أو غسيل أو هو هواء. كل المحابس هنقول مبدئيا من 500 ل 1000 متر ما بين المحبس والتاني من نفس النوع. تمام. يعني ما اقولش 500 للهواء وبعدين 500 من الهواء الغسيل، لا، ما بين الهواء والهواء من 500 ل 1000، ما بين الغسيل والغسيل من 500 ل 1000، الغلق برضو من نفس الكلام، بس مع تمام. الاقطار الكبيره في مسافات تانية موجودة في الكود، بس أنا بقول لك على القاعدة العامة. تماما. في عندنا بقى دكتور سؤال احتياج صغير، الحليب. دكتور سؤال صغير، هو حضرتك كنا بنقول ان محابس الهواء بتتحط في اعلى نقطه والغسيل في اوطى نقطه، طب ايوه. هنا ما انا عندي فيه تعريجات طالعه ونازله في الماسوره، هل ايوه. احط عند اعلى نقطه فيها المحبس ويبقى بعديه مثلا في محبس غسيل، محبس فوق هواء وبعديه محبس غسيل؟ ده العادي في الشبكة كلها كده، الشبكة يعني بتبقى طالعة ونازلة، في النقطة المنخفضة غسيل وفي النقطة المرتفعة هواء، افترض حتى في لو الرسمه بعد 100 متر. يعني حتى لو ايه؟ افترض إن المسافة الأرض طلعت ونزلت كذا مرة، لقيت المسافة بين المحبس والتاني 100 متر، مضطر إن أنا أعملها.
تمام، يعني في رسمة السلايد اللي قدامنا ممكن احط واحد محبس غسيل ده، وفوق هنا بعديه على طول محبس هواء، ده عادي. المفروض ان انا كان يبقى في الرسمه دي تتحط محبس هواء، يعني بس من بنشرح الوش فلف حطينا الغسيل، لكن تمام لو انا هرسم الشبكه كلها يبقى لازم احط هنا محبس هواء. تمام احنا بنعمل حاجه تاني، احنا بنقول في الشبكه المدن اللي اراضيها مستوي، احنا قلنا خط الميه بيمشي تحت سطح الارض بمسافه محدده متر والاعماق زي ما قلنا حسب قطر الماسوره. طب لو احنا لو الارض مستويه والقطر صغير هل امشي متر تحت الارض؟ طب هيبقى خط المياه مستوي. طب انا دلوقتي بقى عندي مشكله، لو الرواسب هجمعها فين؟ ولو لا احنا بنشكل الخط نفسه بنخليه في ارتفاعات وانخفاضات، طب نمشي بميل واحد في الالف بحيث ايه؟ ميل بسيط جدا يعني كل الف متر، بحيث ان ننزل نمشي في اتجاه النزول وبعد كده نروح طالعين تاني عشان نشكل مناطق منخفضة ومناطق مرتفعة عشان نحط فيها محابس غسيل ومحابس هواء. طب في الرسم اللي قدامنا ده يا دكتور، لو المسافة ما بين الانخفاض دوت والانخفاض دوت مثلا 100 متر وليكن، احط برضو محبس ومحبس؟ لازم، لان في النقطة دي هيحصل فيها ايه؟ هيحصل فيها تجمع رواسب وبكتيريا والكلام ده وتلوث. ما هنا ما التزمش بقى من 500 ل 1000، هنا لازم احط محبس بتقول ومحبس. يعني العادي، لكن احنا ممكن نتجاوز عن ال 1000 نزيد وممكن على ال 500 نقل. تمام. بالنسبه لحنفيات الحريق، زي ما قلنا دي احنا بنشوفها في اي شارع مدهونه، دايما بتبقى مدهونه باللون الاحمر. حنفيات الحريق نوعين، يا اما نوع بيبقى ظاهر اللي احنا بنشوفه، وفي نوع بيتعمل له غرفه تحت الارض بغطا وبيبقى في الرصيف، نشيل الغطا ونوصل عليه خرطوم الحريق. حنفيات الحريق دي الرمز بتاعها زي ما احنا شايفين خط ودايره، دايره كده لفوق ومحطوطه على خط راسي والخط على خط افقي، يبقى ده رمز حنفيه الحريق، دايره لاعلى. حنفيات الحريق بنحطها على مسافه قد ايه؟ من 90 ل 300 متر. يبقى بنحط حنفيات الحريق المسافه بين الحنفيه والثانيه من 90 ل 300 متر. طيب الاماكن الاساسيه بتاعتها في تقاطعات الشوارع، يعني لما نيجي عند تقاطع الشارعين مع بعض بنحط حنفيه حريق، وبعد كده نحط الحنفيه اللي جوه الشارع حسب الشارع بقى من 90 ل 300 متر. يبقى في نقط التقاطع بنحط ايه؟ حنفيات الحريق. هنيجي بقى نتكلم المحابس. زي ما قلنا احنا قلنا شبكة التوزيع عبارة عن مجموعة مواسير موجودة تحت الأرض، وعشان نتحكم في السريان أو هنحط المحابس الغسيل ومحابس الهواء مش هينفع نحطها ونردم عليها، يبقى بنحطها في حاجة اسمها غرفة محابس. غرفة المحابس دي بتبقى معمولة من الطوب أو الخرسانة، الخرسانة العادية داخل المحبس، بحيث ان انا لما احب اقفل الميه بروح ايه شايل الغطا وقافل. طب في حاجه اساسيه في الاول بيقول لي ايه؟ اذا كانت الاقطار بتاع الخطوط المواسير 200 او اقل، يعني مثلا عندي خط 8 ونص، فانا بنقول ان ايه كتكلفه انشاء غرف محابس بتبقى تكلفه عاليه، فاحنا بنردم عن على المحبس ده. طب واحد يقول لي طب انا عشان اقفل الميه او افتح الميه في مشكله، نحفر وننزل المحبس ونقفله؟ وهو الرد اللي هيجي في دماغك على طول، احنا شايفين عم شعبان ولا عم ابراهيم ولا عم مش عارف ايه، كل ما يحصل مشكله يجي يحفر في الشارع ويبهدل الدنيا عشان يقفل الميه، واللي ساكن في شارع واتكسرت مش عارف واصله منزليه وحصل، طب عشان يقفل الميه يقعد يحفره على ما يلاقوا المحبس. الكلام ده لا، احنا بنعمل محبس ذو صندوق تشغيل سطحي،
يبقى الرسم الموجود على الشمال ده ادي المحبس اهو مردوم، بنروح جايبين عليه ماسوره ظهر ملبسينها للمحبس. الماسوره الظهر ديت طالعه لحد سطح الارض اللي هو الرصيف موجود، بيبقى فيه غطا ظهر. الغطا ده بيبقى حوالي 20 سم في 20 سم، غطا صغير جدا. طب انا عاوز افتح الميه واقفل الميه، اروح شايل الغطا ده وجايب مفتاح، مفتاح من فوق له يد بتنزل لحد تحت، تروح راكبه في المحبس والف يمين او شمال يفتح او يقفل. فده يبقى محبس ذو صندوق تشغيل سطحي بنسميه سيرفيس بوكس. والمحبس ده بيبقى مردوم عليه، بس انا بروح شايل الطاره. لو انتوا حد ياخد باله، المحبس بيبقى له طاره دائريه اللي انا بلفها يمين او شمال عشان تقفل المحبس. بشيل الطاره ديت واروح جاي حاطط ماسوره راكبه على الجزء اللي فيه مكان الطاره. الماسوره دي طالعه لحد سطح الارض، بجيب يد بيكون لها اكستنشن او الدراع بتاعها طويل، بتنزل لحد تحت وتركب مكان الطاره، واروح لف يمين او شمال في المحبس. يبقى ده محبس ذو صندوق تشغيل سطحي، وده المفروض يبقى موجود في ايه، في الاقطار الصغيره اللي هي 200 او اقل. يبقى ادي الرسمه بتاعته. الشير راح يا دكتور. اتفضل. الشير راح، الشاشه راحت، رجعت تاني كده. تمام ماشي. شايفين بقى الصندوق اللي هي الرسمه بتاع الصندوق السطحي. تمام. هنيجي بقى نقول ايه، الصندوق السطحي ده المحابس اللي احنا بنردم عليها عشان ايه، ان احنا نقدر نتحكم في الميه. لان تكلفه مع الاقطار الصغيره، تكلفه غرف المحابس تبقى تكلفه عاليه جدا. غرفه محابس تاخد لها من 50 ل 100 الف جنيه. فعشان على قطر صغير، ده كل الشارع ما فوقش ب 50 او 100 الف جنيه مواسير. نعمل عليه غرفه محابس ب 100 الف جنيه تبقى تكلفه عاليه. هنيجي بقى لو هنعمل غرفه محابس. المحابس بتصنع من ايه؟ يعني برضو عشان قبل ما نبدا، المحابس بقى سواء محبس سواء محبس غسيل، محبس حريق، محبس قفل، يا اما بتبقى كاست اير ظهر رمادي او دكتاير كاست اير او ظهر مرن. يبقى المحابس غالبا بتصنع من الظهر الرمادي او الظهر المرن. ليه؟ ما بتصنعش من الحديد. هتقول لي ما انا ما اصنعهم حديد، الحديد سهل الصدى وما بيقاومش العوامل البيئيه. لكن الظهر والظهر المرن ما بيصديش، فممكن بيعيش اكتر وبيبقى افضل. المكونات داخل غرفه المحابس، وهنيجي نشوف شكل غرفه المحابس، يا اما بتبقى كاست ايرن ظهر رمادي اللي هو، او دكتايل كاست ايرن الظهر المرن، او من الحديد. يبقى دي المكونات داخل غرفه المحابس. هنيجي نشوف غرفه المحابس دي اللي قدامنا، دي غرفه محابس اهو، عباره عن ايه؟ بنعمل غرفه اللي فوق بلان مسقط افقي، بنعمل الغرفه من الخرسانه العاديه او المسلحه حسب حجم الغرفه. ادي الماسوره موجوده في الغرفه، محبس الهواء موجود اللي هو صمام الهواء. بيبقى الغرفه لها ارتفاع محدد، المفروض ما يقلش عن فوق الماسوره عن 1 متر عشان نقدر نتحكم. ويبقى لها في فوق فتحه للنزول والصعود، بتبقى الفتحه دي الغطاء بتاعها ظهر او جي ار سي. دي نموذج لغرفه المحبس. فنلاحظ ان الغرفه دي المكونات داخل الغرفة اللي هي سواء المحبس أو كل الوصلات الموجودة، وصلة فك وتركيب، ده كله بيبقى من الحديد الظهر الرمادي أو الظهر المرن أو الحديد. نيجي لغرفة محبس غرق،
نفس الغرفة برضو من الخرسانة العادية ومسلحة، وموجود فيها في الفيشن بتاعت ده، ادي المخط المواسير، جينا ركبنا عليه صمام حجز، وبعد كده كمل. هنيجي على غرفة محبس غسيل، هنبص في البلان اللي فوق فيها محبس قفل عادي اهو. طب وبنستخدمها في الغسيل، بنروح عاملين ماسورة من تاخد الميه بمحبس جانبي اللي هي متلونه لونها اسمر اللي فوق ديت، وعليها محبس، بحيث ان انا لما اجي اعمل غسيل اروح فاتح المحبس الصغير ده واودي الميه اتخلص منه. هنيجي بقى نتكلم على تصميم شبكة المية. ايه هي الدراسات البرايمري ستادي اللي انا لازم اعملها قبل ما اصمم شبكة المية؟ اول حاجة الكنتور لاين، زي ما قلنا اهم من الحاجات الاساسية في شبكات توزيع المية والصرف، اللي هي خطوط المناسيب، لان انا قلنا زي ما قلنا بقى انا عندي خطوط محابس سوا ومحابس غلق، وعندي ضغوط وميه بتتنقل من منسوب لمنسوب، يبقى لازم يكون في مناسيب. ديجيتال ماب، خرائط الكترونيه، المفروض يعني تبين لي كل بقى ايه الاستخدامات الحاليه، المنازل والشوارع والاستخدامات الاراضي الحاليه والمستقبليه. مكان location of water source، مصدر المية، وعشان نحدد هننقل المية ازاي. هنيجي نتكلم على الهيدروليك ديزاين اوف ووتر نتورك، اللي هو التصميم الهيدروليكي بقى لشبكات التوزيع، عاوزين نحدد الاقطار بتاعتها. احنا اتكلمنا في محاضرة قبل كده على ديزاين اكويشن، اللي هي معادلات التصميم، الكونتينيوتي اكويشن اللي هي الكيو بتساوي الاي في الفي، ودارسي اكويشن اتش فريكشن بتساوي اف ال في سكوير على 2 جي دي، ودي شرحناها قبل كده. هازن ويليام اكويشن الفي بتساوي 0.355 من 1000 في الار في الفاي 0.63 في اس. طيب لما نيجي نصمم شبكه توزيع بتاع مدينه هنستخدم العلاقات دي. طيب الشبكه انت لو متخيل كم قطاع هتصممه، بس لو عندك كذا الف قطاع بتصممه، لانك هتصمم كل مداخل الشوارع ومخارج الشوارع وفي نص الشارع التقاطعات وهكذا. بص بقى عندي كذا الف قطاع، فممكن نستخدم العلاقات ديت. كان زمان ما عندهوش، ما كانش موجود بقى الكمبيوتر والكلام ده، كان يقعد يعملها بطريقه حسابيه بالمعادلات ويقعد يحسب، وكان المعادلات دي عامل لها جداول ومن الجداول عشان ما يقعدش يحسب كتير والكلام. ومن ضمن الحاجات اللي كان عاملها قال لا طب ما نطورها ونعمل منحنى للتصميم. فاشهر الحاجه بنصمم بيها شبكات الميه لهازم ويليام اكويشن، فعملنا حاجه اسمها هازم ويليام نموجراف، يبقى منحنى هازن ويليام لتصميم شبكات المية. بدل ما عوض بقى في هازن ويليام نموجراف، في هازن ويليام اكويشن لكذا الف مرة، لا انا عندي منحنى بسيط بروح منه اروح اصمم على طول. يبقى المنحنى ده في اربع خطوط. اول خط اللي هو التصرف، اللي هو الخط الرأسي من على الشمال شارج، وده الرمز بتاعه لتر على الثانية. الخط الثاني الديامتر، وده بالملي. الخط الثالث اللوسز اللي هو الاس، وده بالمتر على الالف متر. الخط الرابع اللي هو الفلوستي السرعة متر على الثانية. طب انا لو عاوز اصمم ماسورة، انا اعرف الماسورة حاجتين، فعن طريق المنحنى دي لو عرفت حاجتين اجيب الحاجتين التاني، فاقول الماسورة انا اعرف لها ايه، اعرف لها كيو. طيب انا التصرف بتاع الماسورة ديت اللي امشي فيها هنقول 2 من 100 متر مكعب على الثانية، يعني كام لتر على الثانية؟ 20 لتر على الثانية. لما نيجي نبص هنا
على المنحنى على الخط الأحمر اللي هو المايل، أدي 20 لتر على الثانية. طيب أنا هفترض قطر الماسورة 200 ملي وأشوف السرعة والميل الهيدروليكي هينفع ولا ما ينفعش. فأنا أروح جاي أروح موصل ما بين العشرين والمتين اللي هو قطر الماسورة ومد الخط، هلاقيه هيديني الاس اللي هو الهيدروسس 3.8 في الألف، وهيديني السرعة داخل الماسورة 0.636 من ألف متر على الثانية. يبقى أنا دلوقتي عن طريق هازن ويليام الجراف ده بمعرفة حاجتين ممكن أجيب الحاجتين التانيين. طب أنا هصمم عندي كيو 2 كذا لتر على الثانية، وأنا هفرض السرعة قلت السرعة 1 متر، أروح موصل ما بين كيو والسرعة يديني قطر الماسورة ويديني الفواقد في الماسورة دي. يبقى هازن ويليام الجراف من الطرق البسيطة والسريعة للتصميم بيستعاد عنها بدل استخدام المعادلة. في حد مش فاهم هازن ويليام الجراف يستخدمه ازاي؟ لان كل شغلك بعد كده هيبقى بهازن ويليام الجراف. تمام يا دكتور. تمام. هنتكلم على ديزاين كريتيريا بتاع الباي. شوف شوية حاجات كده لازم نعرفها عشان نبدأ نصمم بعد كده. المينيمم ديامتر اوف باي، اقل قطر المواسير 150 متر الخطوط الفرعية الماينر، اللي هي زي ما قلنا خطوط التوزيع اللي هي البرانش او الريتلر، يبقى دي اقل قطر ممكن استخدمه 150. بالنسبة للمواسير المين والسكندري أقل قطر 200 ملي يعني 8 بوصة. ينفعش خط رئيسي يكون أقل من 200 ملي. السرعة في المواسير بتبقى من 8/10 السرعة اللي أنا بصممها لواحد ونص، ده الرينج بتاع التصميم بتاعي. طب هو ما تقلش عن كام؟ ما تقلش عن 6/10 عشان ما يحصلش ترصيب، وما تزيدش عن 3 متر عشان ما يحصلش نحر وفواقد عالية في الضغوط. فالرينج الطبيعي للتصميم 8/10 ل 1.5، لكن ممكن توصل لحد 3، ممكن توصل لحد 6/10. الهيدروليك جريديان، الميل الهيدروليك اس يساوي من 1 لـ3 في الألف، اللي هو الفواقد اس بتساوي الاتش على ال، الهيدلوسز على الطول. طيب هنرجع للعلاقة بتاع هازن ويليام. الاس بتساوي الاتش على ال. طيب انا لو الاس دي انا ثبت القطر وقللت الاس والسرعه، انا عندي السرعه بتساوي لي ايه؟ سي في الار في الفاي في الاس. الار بتساوي الايه على البي، لو انا الاس دي انا عندي ثبت السرعه قلت انا عاوز السرعه بتاعتي كذا وغيرت الاس، لو انا زودت الاس ايه اللي هيحصل؟ القطر هيقل. ولو انا قللت الاس عشان احقق نفس السرعه القطر هيزيد. نفس الكلام لو انا مثبت السرعه ومثبت القطر وقللت الاس ايه اللي يحصل؟ هنلاقي ان الار دي غلط في العلاقه دي، هنلاقي ان دي الفاي اس 63 والاس مفيش ار، يعني هنلاقي ان في علاقه، يعني لما كل ما ازود الاس القطر بيقل والاس بتساوي الاتش على ال الهيد لوسز بتزيد. ده اللي انا عاوز اوصله، لما اقلل الاس اللي بيحصل القطر بيزيد وفي نفس الوقت الاتش هيقل الهيد لوسز هيقل. يبقى عاوزين نعرف ان الاس لما تقل الهيدروليك جريدينت
لما الاس تقل القطر بيزيد والفاقد بتقل، بيبقى كويس، بس القطر زاد بقى التكلفه عاليه. لما زود الاس القطر بيقل لكن الفواقد بتزيد في الماسوره. فقالوا الحاجه التصميم الكويس اسم اللي هو الاقتصادي تبقى الاس من 1 لـ3 في الـ1000، زياده عن كده عن 3 هتبص تلاقي ان الفواقد اللي هده هتبقى كتيره والضغوط هتبقى عاوز ضغط عالي في الشبكه. لو انا قللتها عن 1 القطر بتاع المواسير هيكبر او الفواقد هتقل، بس تكلفه الشبكه هتبقى كبيره. رابع حاجه البريشر، الضغوط في الشبكه، المفروض ان هو في ابعد نقطه من الشبكه ما يقلش عن 25 متر. يبقى الهيد في اخر نقطه من الشبكه، في ابعد نقطه من الشبكه ما يقلش عن 25، اكبر منها ويساوي 25. طيب البريشر هو عباره عن ارتفاع عمود الميه. لو قلنا اتكلمنا 6 ادوار يبقى 6 × 3 = 18، وعشان الحنفيه تشتغل عاوز لها 5 متر هيد، يبقى عاوز اقل حاجه 23. فاحنا قلنا 25 فواقد داخل شبكه المنزل نفسه مواسير المنزل، فقلنا يبقى في حدود 25. في المناطق السكنيه بنعمل عمود ارتفاع المياه من 20 لـ30 متر، المناطق في الهاي فاليو والمناطق الكوميركال التجاريه من 30 لـ40. الضغط المطلوب عشان حنفية الحريق تشتغل ما يقلش عن 15 متر. يبقى بالتالي ده توزيع، يعني لما نيجي نصمم عشان نحدد الضغوط في الشبكة يبقى نقول أبعد نقطة في الشبكة ما تقلش عن 25، ونبدأ بالرجع نحسب الهيد لوسز ونحسب الضغوط بقى لحد ما نوصل للهاي ليفت بقى. المحابس اقل من 300، احنا كنا يعني هنعدل 300 دي هنخليها 200، بيتم انشائها مباشره على الخطوط. ازيد من ال 200 بيتم انشائها في غرف محابس. التصرفات التصميميه، انا عندي الشبكه اهي قدامي عاوز اصممها. طب ايه اصممها؟ ايه التصرفات اللي هصمم عليها؟ الخط الرئيسي اللي هو المين سبلاي او بنسميه الترانسميشن مين، اللي هو الخط الناقل للميه من المحطه او الهاي ليفت بامب لحد شبكه التوزيع، كيو ديزاين بيساوي كيو ماكسيمم ديلي زائد كيو فاين، يبقى اقصى تصرف يومي زائد تصرف الحريق. طب الخط المين والسكندري لاين، الخطوط الرئيسيه بقى الخط المحيط بالمدينه والخط اللي بيحيط بالمناطق او بالاحياء، تصرف التصميم بتاعه يا اما هيبقى يساوي كيو ديزاين يساوي كيو ماكسيمم ديلي زائد كيو فاير او كيو ماكسيمم هاورلي، وناخد الاكبر من الاثنين. يبقى الخطوط الرئيسيه والفرعيه يا اما ناخد الكيو ماكسيمم ديلي، الخطوط الرئيسيه ناخد كيو ماكسيمم ديلي زائد كيو فاير او كيو ماكسيمم هاورلي. المايلر ديستريبيوشن خطوط الفرعيه اللي هي الناس بتوصل عليها، كيو ديزاين كيو ماكسيمم ديلي. السيرفيس كونكشن اللي هي الوصلة المنزلية، كيو ديزاين بيساوي كيو ماكسيمم هاور. يبقى دي التصرفات التصميمية للشبكة، الخط النائل كيو ماكسيمم ديلي زائد كيو فاير، الخطوط الرئيسية سواء المين أو السكندري كيو ماكسيمم ديلي زائد كيو فاير أو كيو ماكسيمم هاورلي. الماينر خطوط الفرعيات كيو ماكسيمم ديلي. السيرفيس كونكشن اللي هي الوصلات المنزلية كيو ماكسيمم هاور. هنيجي بقى كده عاوزين نصمم الشبكة، ودي آخر شريحة في النهاردة. بنعمل النتورك لي أوت، يبقى بنعمل مخطط لشبكة المواسير الموجودة. زي ما قلنا في الشوارع بنحدد كل شارع، نرسم حسب نوع الشبكة لوب سيستم أو جريد آيرن سيستم، حددنا اللي اوت. بنرسم المواسير في المفروض بقى على خريطه الكترونيه باستخدام الاوتوكاد مثلا من للشبكه كلها. كل
تفاصيل الشبكة لازم تكون واضحة. يعني بنيجي بعد ما بنحدد التصميم الهيدروليكي اختار المواسير الضغوط فيها نرسمها على لوحة، اللوحة دي مبين عليها المواسير بأقطارها، المحابس مع محابس الحريق كل مستلزمات الشبكة. طيب أنا عاوز أصمم الشبكة بقى، أنا رسمت الشبكة وحددت أعماق المية وأعماق المواسير والكلام والمحابس وكل. طيب عاوز أصمم Design and Analysis of Water Distribution Network اللي هي طرق التصميم. في عندي كذا طريقة لتصميم وتحليل شبكات المية، ودي اللي هنبدأ نشرحها في المحاضرات القادمة، زي طريقة الإكويفالنت بايب ميثود، طريقة الخطوط المتكافئة، الميثود أوف سيكشن، طرق القطاعات، الميثود أوف سيركل، طريقة الدايرة، الهارد كروس ميثود، الكمبيوتر بروجرام اللي هي الإي بي نت، اللوب، الووتر كاد، وهكذا. يبقى دي الطرق اللي هنصمم بيها، بحيث أنا دلوقتي رسمت الشبكة وحددت الشارع ده في ماسورة كذا من النقطة الفلانية للنقطة الفلانية، يبقى ناقص إن أنا أحدد القطر. عشان أحدد القطر يبقى لازم نبدأ نصمم بطرق محددة تحدد لي قطر المواسير. يبقى إن شاء الله المرة الجاية نبدأ نتكلم على طرق تصميم شبكات المية. في حد له أي استفسار في الكلام اللي إحنا قلناه؟ شكرا. طب دكتور سؤال صغير، في الهازن ويليام دايجرام، ايوه حضرتك كنت بتقول احنا بنفرض مثلا انا معايا التصرف تمام وبنفرض القطر، مش هو القطر ده انا بيبقى معايا اصلا ولا بقعد افرضه واشوف اقرب ميل مع اقرب اقل؟ انا بصمم لسه، قال لك هو قطر قطر، انا لسه هختار القطر، يا اما اختار القطر واعمل تشيك عليه السرعه والاس في الحدود المطلوبه، او افرض عند التصرف وافرض السرعه واجيب القطر واشوف الاس في الحدود ولا لا. وعمليه التصميم ازاي؟ ان انا بختار، يعني ممكن افرض القطر، طب ممكن تاني انا عندي تصرف واقول ان السرعه بتاعتي من زي ما قلنا من 8 من 10 1 ونص، اقول السرعه 1 وتصرف واجيب القطر وهكذا. فهازم ويليام نوجراف ده عن طريق معرفه حاجتين اجيب الحاجتين التانيين. والتصميم دايما بيبقى ايه؟ فرض، نفرض ونشوف الفرض ده صح ونشيك عليه. تمام يا دكتور، شكرا جزيلا. يعني كده خلصنا الجزء بتاع الشبكات. يعني انت ممكن تقفل بقى التسجيل اللي هو بيسجل، انا اخد بس الغياب.